أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العربي الجديد، ونقرأ مقالة للكاتب أحمد سعداوي قارن فيه بين حروب الولايات المتحدة ضد العراق والحرب الآن ضد قطاع غزة. يقول الكاتب: الصواريخ الإسرائيلية التي تنزل على الأهالي في غزة في هذه الأثناء وتخلف المزيد من الشهداء والمزيد من المشاهد المأساوية التي تنقلها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية، تحيلني بشكل لا إرادي إلى وضع أولئك الذين يوشكون على الموت دون أن يدروا أو يأملون أن لا يطاولهم هذا الموت العشوائي. إنه شعور ليس غريبا عند الأجيال العراقية التي عايشت الحروب المتتابعة 40 عاما. انتقلنا مع حرب عاصفة الصحراء الأمريكية على العراق في 1991 إلى مستوى أعلى. لقد أمطر الطيران الأمريكي والمتحالفون معه مدن العراق ومنشآته الحيوية بأكثر من 10,000 طلعة جوية، أسقطت 88,500 طن من القنابل. نالت بغداد النصيب الأكبر منها، ولم يكن من السهل وأنت تجلس في بيتك المحروم من التيار الكهربائي أن تتجاهل حقيقة أن أحد هذه الصواريخ ربما يجد طريقه إلى سقفك المتهالك. لم نكن ننام حينما تبدأ الرشقات الصاروخية بدك المدينة ونسمع رجة سقوطها أحياناً. إنه موت أعمى يشبه هذا الذي ينزل على رؤوس الغزيين في هذه الأوقات. تكررت المشاهد ذاتها مع حرب 2003، ورغم كل التشابه ما بين التجربتين يبقى هناك فارق أساسي، فنحن نعرف أننا بهروبنا من الصواريخ العمياء على بغداد سنعود فيما بعد إلى بيوتنا أو ما تبقى منها إن كان حظها سيئاً وطاولها القصف. ولكن هذا الفلسطيني يخامره شك مزمن بأنها هجرة أخرى ونزوح آخر، وأن هناك إمكانية واقعية ألا يعود إلى بيته مرة أخرى. إلى موقع كتابات، ونستعرض مقالة للكاتب عامر القيسي بعنوان: كيف تصبح ملياردياً في العراق؟ يقول المعهد الفرنسي للأبحاث في العراق في آخر تقرير له إن عدد أثرياء المليارديرات في العراق 36 بالكمال والتمام، أي لكل مليون عراقي ملياردياً واحداً. ويضيف التقرير: يوجد في العراق أيضاً 16,000 مليونيراً. ويضيف الكاتب أن المجتمع العراقي منقسم الآن بين طبقة عليا حيث تعيش الأقلية بشكل مريح، وطبقة دنيا حيث الأغلبية تناضل بشدة من أجل البقاء. تتكون هذه الأقلية من كبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والميليشيات ومديري الشركات التابعة لهم والنواب والوزراء الحاليين أو المتقاعدين والمجموعات الإعلامية المؤثرة ومديري الشركات المتوسطة أو الكبيرة المرتبطة بدول النظام الإقليمي إيران، تركيا والخليج. في مقابل فرحتنا المخادعة هذه بوفرة الأغنياء في بلاد نقمة البترول، تقول وزارة العمل إن 9 ملايين مواطن، أي نحو ربع عدد السكان البالغ عددهم 41 مليونا، يعيشون تحت مستوى خط الفقر في العراق. ولا يتركنا التقرير نضرب الأخماس بالأسداس فيكشف لنا عن ضبابية الصورة ويوضحها، فيقول: في محافظة نينوى يعيش 34.50% من السكان تحت خط الفقر. مجلة فوربس المعروفة بتصنيف قائمة الأثرياء في العالم تكمل نواقص الصورة فتقول: أزلنا العراق وإيران وبعض الدول الأخرى من قائمة 1,000 ملياردير في العالم لأنها غير مرتبطة بنظام البنك الدولي،
ويتم تبادل أموالهم خارج نظام البنك، وهناك العديد من الشكوك حول غسيل الأموال. كشف تقرير لصحيفة المدى عن أن مليون طفل عراقي محروم من التعليم، مبيناً أن عمالة الأطفال تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر. وأوضح المختص في شؤون حقوق الإنسان علي البياتي في حديث خاص للصحيفة أن عمالة الأطفال تدخل ضمن جريمة الاتجار بالبشر، حيث تدار من خلال شبكات ومنظمات خطيرة داخلية وأقليمية ودولية، وتتشعب منها جرائم كثيرة، منها عمالة الأطفال والاتجار بالجنس وتجارة الأعضاء، فضلاً عن تجنيد الأطفال في المجالات العسكرية وأيضاً الجرائم التي تقوم بها العصابات المختلفة. حسب منظمة اليونيسف، فهناك ما لا يقل عن 5% من أطفال العراق يقومون بالأعمال الحرة بشكل غير قانوني، وهذا يعني أن هناك مليون طفل يعملون في مجالات خطيرة على كافة المستويات، وبالتالي هم جذور خطيرة لجرائم قادمة، وبكل تأكيد أن هؤلاء سيكونون بعيدين عن أجواء الأسرة والتعليم والتربية والخدمات، مما يجعلهم لبنة لمستقبل مليء بالعنف والإرهاب واللاستقرار الذي سيستهدف المجتمع. الحلول هي رؤية المسببات لهذه الظاهرة، وهناك ظروف اقتصادية للعائلة وفقدان المعيل بسبب الحروب والطلاق والمرض وغير ذلك، لذلك فهي تتعلق بإجراءات مكثفة وقيام الحكومة بواجبها بشكل حقيقي باستمرارية وشمول هذه الطبقات الهشة. لذلك يجب أن تكون هناك خدمات حقيقية وليست شكلية وهامشية وشعارات وادعاءات بلا تنفيذ، فضلاً عن أن هناك رواتب تصرف أو لا تصرف. استمرار هذه الفئة واستغلالهم من قبل العصابات واستغلال ظروفهم جعلهم ضحية لأخطاء حكومية سابقة. وإلى صحيفة القدس العربي ونقرأ مقالاً بعنوان حين سقطت المرجعية الأخلاقية العالمية في غزة، للكاتب مثنى عبد الله. يخال لهم أنهم استثناء ونحن لسنا بشراً، ويظنون أن أطفالنا ونساءنا حيوانات بشرية، هكذا قالوا في الحرب الدائرة على غزة اليوم، حيث يعيش 2,300,000 فلسطيني من دون أي مقومات للحياة، لا سيما في ظل قصف جوي وبري وبحري وحصار شامل يشمل قطع المياه والكهرباء والطعام والدواء، ثم يقولون أن الهدف من وراء ذلك هو اجتثاث حركة حماس من قطاع غزة، وهو ما لن يتحقق. ويضيف الكاتب الموقف اللا أخلاقي العالمي سوف يؤدي إلى ارتداد عن كل ما يظنون أنه قد تحقق بعد كل مبادرات السلام التي عقدت والتطبيع الذي تحقق. لقد فقد الكثير من الشعوب ذلك اليقين الذي كانوا يعتصمون به بأن العدالة يمكن أن تتحقق في هذا العالم، بل إنهم يتحدثون اليوم عن غرب سقط أخلاقياً، والخطورة في هذا السقوط الأخلاقي هو أن الولايات المتحدة زعيمة العالم الحر والغرب وقادته قد ركلوا كل ما كانوا يدعون به من قيم وحقوق إنسان، وباتوا يتصرفون وكأن إشهار الدعم للمجزرة القائمة في غزة هو إشهار للفضيلة، كما أن السلم والأمن العالميين لن يكونا في مأمن بعد اليوم، بل إن هذه الحرب ستتدحرج لغاية ما تتحول إلى مواجهة إقليمية. ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعظ عندما ذهبت للثأر من شعب أفغانستان بسبب أحداث 11 سبتمبر التي لم يكن له أي دور فيها، ثم ذهبت للثأر من الشعب العراقي الذي هو الآخر لم يكن له أي دور فيها، وها هي اليوم جاءت مع حلفائها كي يثأروا من أهلنا في فلسطين. وهل نسي بايدن وأركان البيت الأبيض والبيت الغربي مقتل آلاف الأطفال العراقيين والأفغان عندما غزوا هذين البلدين؟ إن الواقع يقول إن ما نشهده اليوم وما لا بد من الإقرار به هو أننا
أمام غياب المرجعية العالمية. قال ريتشارد هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية إن على الولايات المتحدة أن تضبط الفعل العسكري في غزة. وأضاف في مقال نشرته مجلة فورن أفيرز الأمريكية إن استراتيجية إسرائيل قاصرة من ناحية الهدف والأساليب، فحماس هي شبكة وحركة وأيديولوجية كما هي منظمة، فيمكن قتل قياداتها، ولكن الكيان أي كيان حماس سينجو بطريقة أو بأخرى. ويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة لديها مصلحة في الشرق الأوسط وأبعد من هذا، حيث لا تخدمها عملية غزو عسكري لغزة واحتلاله، لأنها ستكون حرباً واسعة وطويلة. الجدال الأول ضد غزو عسكري شامل لغزة هو أنه سيكون مكلفاً وبالتأكيد سيكون أكبر من فوائده، فحماس لا تمثل أهدافاً عسكرية جيدة، فقد ضمنت بنيتها العسكرية في داخل المناطق المدنية بغزة، وأي محاولة لتدميرها تحتاج إلى هجوم عسكري واسع على المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية، والذي سيكون مكلفاً على إسرائيل وسيقود إلى ضحايا مدنيين وسيؤدي إلى زيادة الدعم لحماس بين الفلسطينيين، وستتكبد إسرائيل خسائر فادحة ويمكن أسر جنود آخرين. ولو كانت هناك مقارنة تاريخية فهي مثل التجربة الأمريكية في أفغانستان والعراق، وليس بما حققته إسرائيل في 1967 و1973، كما أن استخدام القوة الضاربة ضد غزة وليس ضربات ضد حماس سيؤدي إلى شجب دولي، وستتوقف عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل وبخاصة السعودية، وستعلق علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب إن لم تتراجع، وعملية عسكرية طويلة قد تحفز حرباً إقليمية أوسع. والآن مشاهدين إلى صور الكاريكاتير. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. إلى صور من مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث واكب الفلسطينيون في الضفة الغربية الأحداث في قطاع غزة منذ إطلاق كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الحالي.
وعاشت مدن الضفة وقراها وبلداتها على وقع الحدث، فكانت المواجهات والاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال والمظاهرات والمسيرات التضامنية التي عمت أرجاء الضفة. وارتفعت حصيلة الضحايا بالضفة منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 85 شهيداً و 1400 مصاب، في حين بلغ عدد المعتقلين 540 فلسطينياً. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. This actually a catastrophic situation. I'm talking from one of the ICU extension, which is fully packed with injured people. Most of them are children. They are beyond 3 years old. Actually, for the last 8 days, we are receiving hundreds of severely wounded patients. They need like complex medical center to deal with them. The difference in this escalation that we don't have any medical aid coming from outside. The border is closed, the electricity is off. وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.